السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله كده هنتكلم على المحاضرة رقم 5 اللي هي مشكلات المحاسبة الضريبية على أرباح المنشآت الصغيرة في مصر. المشكلات ديت هتلاقيني أنا مدياكو ملزمة على المشكلات المحاسبية والضريبية. إحنا هنقتصر شغلنا على المشكلات الضريبية. المشكلات الضريبية عندنا عبارة عن أساسي إنها ثلاث حاجات، يعني ثلاث أجزاء. أول جزء اللي هو مشكلات التضارب في أسس وقواعد المحاسبة، محاسبة المنشآت الصغيرة. ثانيا مشكلات الإقرارات الضريبية في تلك المنشآت الصغيرة. ثالث حاجة مشكلة الدفاتر والسجلات المحاسبية للمنشآت الصغيرة في مصر. إذا أنا هنا لما تيجي تتكلم أنا بتكلم على ثلاث حاجات اللي هي مشكلات في التضارب، ثانيا مشكلات في الإقرارات، ثالثا مشكلات في الدفاتر. وبمسك أولا وابتدي أقول إيه المشكلات اللي فيها، وبعدين ثانيا وثالثا ويبقى كده انتهى الكلام. فهبتدي اولا بمشكلات التضارب في اسس وقواعد محاسبه المنشات الضريبيه. ان بيبقى في تضارب في القرارات الموجوده وفي المعاملات الضريبيه. طب ايه زي ايه بقى اللي هي المشكلات ديت؟ قال لك مشكلة خضوع شركات الأشخاص للضريبة. طبعا هو في القانون حط شركات الأشخاص مع الأشخاص الاعتبارية، في حين إن الأشخاص دي قد تكون متناهية الصغر ولكن اتحطت مع الأشخاص الاعتبارية، فإيه يعني أثرت عليها سلبا في مبدأ العدالة الضريبية. ليه؟ لان اولا انت ما اديتهاش الاعفاء بتاعت المنشات الفرديه اللي هي ال 8000 جنيه، بجانب ان في المنشات الفرديه بتحاسبه على اسعار تصاعديه، لكن هنا بتحاسبه على سعر نسبي 22.5%. اذا هم دول يعني دخلوا اسوه مع الشركات الاعتباريه او الارباح ضريبه الاشخاص الاعتباريه، وده بيبقى بيهدر مبدا العداله الضريبيه بالنسبه لهم. النقطه الثانيه مشكله التراجع عن محاسبه ممولي المنشات الصغيره اللي على اساس الاتفاقيات المحاسبيه اللي كانت بين مصلحه الضرائب والغرف التجاريه والمهنيه والحرفيه، والتي استقر عليها التطبيق على الفئه الاولى فقط، في حين ان هو كان المفروض ان هو يكون على المنشآت كلها الصغيره عشان يبقى سهوله التحاسب. مشكله الانشطه اللي لم يرد لها نسب مجمل او صافي ربح في التعليمات واللي هي موجوده، واذا كانت موجوده فعدم اكتمالها، وخاصه ده واضح في نشاط الاستيراد. فلما حددش الحلقه هو بيتكلم على ايه، هل حس النسب دي خاصه بالمستورد اللي بيقوم بتصريف رسائله للتجار الجمله مره واحده، ولا المستورد اللي بيصرف رسالته لتجار القطاعي، ولا المستورد اللي بيقوم بتصريف الرسالة بتاعته بالقطاعي. مشكلة الأنشطة التي لا تستطيع توفير مستندات مؤيدة للتكاليف والنفقات. فهنا في بعض الأنشطة زي الجزارين، زي اللي هم بتوع الزراعه، هذه الانشطه لا يتوفر فيها مستندات تؤيد التكاليف، فطبعا دي مشكله من المشاكل المهمه. في مشكله خطيره ان هم الوجه لما بيقسموا بيقول لك حدد راس المال المستثمر. طيب ايه اللي هو اجمالي الاصول الثابته زائد افتح قوس الاصول المتداوله ناقص الخصوم المتداوله. مشكله صعوبه تحديد راس المال المستثمر، وده الاساس لتصنيف المنشآت. ليه؟ لان مفيش جهه معينه توثق راس المال فعلا.
دي المشكلات اللي تتعلق باللي احنا بنقول عليها اللي هي التضارب في الأسس وقواعد التحاسب. تعالى بقى نتكلم على المشكلة اللي بعد كده، المشكلات اللي هي بتتعلق بالإقرارات الضريبية في تلك المنشآت. لما جينا عملنا التطبيق العملي لقانون 91 ظهر عدة مشكلات في الإقرارات الضريبية، فده بيستوجب إعادة النظر تاني في العديد من المعالجات المحاسبية والمعالجات الضريبية والجداول والقوائم الواردة في الإقرارات حتى تكون أكثر وضوحاً وأيسر فهماً وتكون أكثر فائدة لكل من الممول والإدارة الضريبية. اكتشف بقى التطبيق العملي عدة مشكلات في الإقرارات. أول حاجة إن مشكلة عدم وجود اتساق في تحديد عناصر الوعاء الضريبي بين نصوص القانون ومعايير المحاسبة والإقرار الضريبي. مشكلة تانية إن هو عدم وجود معالجة ضريبية واضحة في الإقرار لبعض المعالجات المحاسبية الواردة بمعايير المحاسبة. ما فيش هنا معالجة ضريبية، ما تكلموش عليها. مشكلة استحداث إقرارات ضريبية، معالجات ضريبية جديدة غير منصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل أو اللائحة. يعني الإقرارات الضريبية استحدثت معالجات ضريبية، وده غلط. ما ينفعش ان الاقرارات تعمل لي استحداث معالجه ضريبيه، لازم تكون بنص من قانون الضرائب او تفسير من اللائحه التنفيذيه. مشكله بتتنازع الاساس النقدي واساس الاستحقاق عند اعداد بعض الممولين للاقرارات الضريبيه وخاصه في المنشات الصغيره وخاصه في الفئه ب، وان في خلط بين اعداد مجموعة دفترية محاسبية ومجموعة دفترية أخرى للضرائب. في مشكلة الغموض وعدم الوضوح، وده مهمة جدا في عديد من الجداول، كتير جدا من جداول تحليلية وقوائم مالية واردة بنموذج الإقرار غير واضحة ومعقدة، ويتطلب إعادة النظر في تلك القوائم والجداول حتى تكون أكثر وضوحا وأيسر فهم. في مشكلة مخالفة الإقرارات لمبدأ الاقتصاد في نفقات الجباية ونفقات التحصيل، في فهي بتهتم بالشكل على حساب الهدف وتعقيد بياناتها بصورة لا تتناسب مع درجة الوعي الضريبي المصري. في مشكلة إن دي مهمة جدا جدا، عدم توافر قواعد بيانات متكاملة عن الممولين عشان تساعد مصلحة الضرائب للتعرف على الدخل الحقيقي للممولين. في بقى حاجة غريبة جدا، مكافأة الممول الغير ملتزم على حساب الممول الملتزم الآخر. إن القانون 91 لسنة 2005 إدى حوافز ميسرة لهذا الممول الغير ملتزم في صورة تخفيض السعر في تبسيط الوعاء وتبسيط الإجراءات، وهذا ده بيكون على حساب الممول الملتزم. دي اللي هي النقطة اللي هي أو مجموعة المشاكل التي تتعلق بالإقرار. آخر حاجة اللي هي مشكلات الدفاتر والسجلات المحاسبية للمنشآت الصغيرة في مصر. مجموعة الدفاتر هنا، إن القانون ادى مزايا للناس الملتزمه بالدفاتر والحسابات المنتظمه، وفي نفس الوقت ادى عقوبات على الممولين اللي مش بيلتزموا بامساك دفاتر وحسابات. طيب ايه هي الحوافز اللي الممولين اللي بيمسكوا الدفاتر بالمنشآت الصغيره؟ قال لك اول حاجه ان انا الاهلاك الاولي اللي هو 30% من تكلفه الالات والمعدات شرط اساسي عشان تاخده، لازم تمسك دفاتر منتظم. حاجه تانية، عشان الديون المعدومه تعتبر ضمن التكاليف يبقى شرط امساك دفاتر. حاجه تالتة، ما يجس للمصلحه اهدار او عدم الاعتداء بالدفاتر والسجلات المنتظمة إلا إذا ثبت عدم صحتها. ووجود دفاتر منتظمة بينقل عبء الإثبات على مصلحة الضرائب في حالات تصحيح الإقرار أو تعديله.
طيب دي الحوافز. طب وفي نفس الوقت ادى عقوبات، ايه هي العقوبة؟ قال لك يعتبر الممول متهربا من الضريبة ويعاقب بالحبس او الغرامة اذا استعمل احدى الطرق الاتية. ايه هي الطرق؟ قال لك يقدم اقرار بالاستناد لدفاتر مستندات مصطنعة. تاني حاجة اتلاف العمد للسجلات ذات الصلة الضريبية. ثالث حاجة اصطناع فواتير شراء أو بيع للتهرب من الضرائب. طب ايه هي اسباب عدم التزام صغار الممولين بامساك دفاتر منتظمة؟ طالما ان هي في مزايا وفي عقوبات، طب ليه هما ما بيلتزموش؟ قال لك والله عشان صغر حجم الأنشطة والعمليات اللي يمارسها صغار الممولين. تاني حاجة إن مفيش وجود آلية فعالة تمكن الإدارة الضريبية من الرقابة والسيطرة على صغار الممولين. تالت حاجة ضعف الأنظمة المالية وأنظمة الرقابة الداخلية لصغار الممولين وعدم إمساك دفاتر وسجلات، وإن وجدت هذه الدفاتر والسجلات فلا يتم القيد فيها بانتظام. تم الحمد لله المحاضرة الخامسة، ويبقى فاضل المحاضرة الستة اللي هي هتبقى مراجعة شاملة على المنهج اللي هو المواضيع اللي احنا أخدناها بإذن الله. وشكرا. Thank you.
صباح الخير، عامل ازيك؟ الحمد لله خلصتي ولا ايه؟ بس مش عارفه دي تسجلت ولا ايه، لاني واقفه لقيتها بوظ كده. ما الفيلم احمد هو اللي بيقول لي انا عملت وعملت مش عارفه.